الحفرة دي اتعملت علشان ينزلوا منها الجثة أو الجثمان بتاع الراجل الغني، الراجل الغني صاحب المقبرة. تنزل وتمشي في رحلة جنائزية، الرحلة دي الجثمان، احنا دلوقتي ماشيين زي الجثمان، الأكسجين ضعيف جدا، الرطوبة عالية. وهنا اللي هم بيسموهم الكهنة بيبقوا واقفين بيأدوا صلوات للشخص. المقبرة بقى بتعدي من هنا، دلوقتي في المسار اللي المقبرة اللي بيأدي للمقبرة اللي هو الجثة كانت بتمشي فيه. الجثة بتطلع من هنا، وبتوصل لمكانها الأصلي. دي رجلين، واحد روماني على راس واحد مصري قديم. ده حصان اتدفن هنا، مصري قديم، مصري قديم. الأسد ده روماني. أنا دلوقتي داخل حي قرموز، داخل منطقة كوم الشقافة. كوم الشقافة ده قصته إن هو في ناس اكتشفت إن في حمار وقع في الحفرة دي، استغربوا قوي، لقوا إن في هنا مقبرة عمقها 10 متر. فايه ده، حمار وقع مننا تحت، تعالوا نشوف ايه. فتعالوا نشوف الحمار وقع هنا واكتشف مقبرة ازاي. فالمقبرة دي يقال ان هي الحمار هو اللي اكتشفها بالصدفة، مش بني ادم هو اللي اكتشفها، المقبرة الذي اكتشفها حمار هي المقبرة دي. ليه بقى كان في كوم شقافة؟ كوم الشقافة ده هو فخار الناس ايام الرومان كانوا بياكلوا ويشربوا فيه. الفخار ده ياكلوا ويشربوا فيه لما يجوا يزوروا الميتين ويرموه، فاتكون كوم كبير من الشقافة اللي هو الفخار. الشقافة هي الفخار، فسموها كوم الشقافة. كوم الشقافة كان كبير قوي لدرجة ان هو بعد مئات السنين الناس نسيت ان هنا في مقبرة لان الديانات اتغيرت. تعالوا بقى ننزل تحت ونشوف ايه المقبرة اللي اكتشفها الحمار. أثناء رحلتي أنا هحكي لكم المقبرة دي اللي هي تحت الأرض، بس هو سبب واضح قوي، هما بيخبوا الموتى بتاعتهم، لأن الموتى بتاعتهم اتدفنوا بطريقة رومانية وطريقة مصرية قديمة، فكانوا بيحطوا معاهم تحف وكنوز وحاجات مهمة تنفعهم في يوم الأخير. الجثمان الغالي بالنسبة لهم، السمين اللي هو اتدفن تحت الجثمان ده، عايزين يحفظوه من السرقة فكانوا مخبيينه. لكن المنطقة دي كانت معروفة ان هي مقابر، بس مقابر لمين؟ هي اتبنت اصلا لواحد غني، واحد بس هو اللي بنى المقبرة، واحد واسرته بنى لنفسه، بنى ليهم المقبرة وخلاص. لكن بعد عصور، بعدها بعد مئات السنين، ناس اكتشفت المقبرة دي وبدأوا يحفروا فيها ويحطوا الجثث بتاعتهم. فهي كانت مقبرة منظمة وتحولت إلى مقبرة عشوائية غير منظمة. دي أحد المظاهر. إيه ده، دي مقبرة ضخمة. المقبرة دي بسبب حادثة الحمار تم اكتشافها قريب، لكن كان صعب دخولها، صعب النزول بيها لأن الرطوبة فيها عالية والمية كانت غبرها. كل المكان ده هتلاقوا فيه آثار للمية كانت غمراء، كل ده كان المية غمراء. احنا دلوقتي نازلين تاني. جه بقى اليونسكو شفطوا المية دي بأجهزة، والأجهزة دي بتبقى شغالة طول السنة علشان تشفط المية.
من غير الأجهزة دي المكان هيفضل مغمور بالمية. أنا دلوقتي في مقبرة أحد المقابر، طبعا هو المكان يعني بسبب العصور الكتير منهوب. أو يمكن وزارة الآثار مثلا حفظت الجثث، بس اللي أعرفه إن هو منهوب زي بقية مصر. يعني حاجات كتير اتنهبت في عصور الرومان وفي عصور المصريين القدماء، بس المكان ده اتبنى أيام الرومان. شوفوا الدقة في الفن، الدقة في الشغل بتاعهم. شايفين السلم عامل ازاي؟ من هنا يبان دقة قوي في شغلهم. كل المكان ده كان مغمور بالمية، المية كانت غمراء. هو ده المرتفع المقبرة، وده أعلى المقبرة. احنا كل ده لسه في بداية المقبرة، في المدخل. احنا مش في المقبرة نفسها. كل المقابر اللي شفناها دي مقابر حديثة على المقبرة الأصلية. المقبرة الأصلية مش هنا لسه، لكن الحفرة دي اتعملت للمقبرة الأصلية. الحفرة دي اتعملت علشان ينزلوا منها الجثة أو الجثمان بتاع الرجل الغني، الرجل الغني صاحب المقبرة. تنزل وتمشي في رحلة جنائزية. الرحلة دي الجثمان، احنا دلوقتي ماشيين زي الجثمان، الاكسجين ضعيف جدا، الرطوبة عالية. وهنا اللي هم بيسموهم الكهنة بيبقوا واقفين بيأدوا صلوات للشخص. المقبرة بقى بتعدي من هنا. في المسار اللي المقبرة اللي بيأدي للمقبرة، اللي هو الجثة كانت بتمشي فيه. الجثة بتطلع من هنا، وبتوصل لمكانها الأصلي. هي دي المقبرة الأصلية اللي اتبنى ليها المكان ده كله. بيحرسوا آلهة الرومان وتعابين وواجهة من وجوه آلهة الرومان. الرومان كانوا متأثرين بالمصريين القدماء، فحاطين أمون، الإله أمون، لحراسة المقبرة. المقبرة هتلاقوا فيها من الطراز المصري القديم وفيها من الطراز الروماني. العمود ده عمود روماني. الآلهة دي آلهة رومانية. الإله ده إله مصري. هتخش المقبرة بتاعته. هو ده الراجل الغني صاحب المقبرة. مش معروف اسمه، مش معروف مين، بس معروف ان هو روماني. المقبرة دي كلها مش معروفة لمين بالظبط، مش مكتوب اسم، مش لاقيين دليل اللي هي لمين. طبعا الاكسجين قليل جدا، فهتلاقوا النفس ضيق. يعني هتلاقوا جسم، دي رجلين، واحد روماني على راس واحد مصري قديم. الكرش ده روماني. دي مقبرة أقربه، قد يكون زوجته، قد يكون حد تاني، بس دي مقبرة أقربه.
وده الشخص اللي هو الغني، ممكن يكون كان حاكم اسكندرية أو المحافظ بتاع اسكندرية في وقت من الأوقات. هتلاقوا إن هنا شغل مصري قديم، بيعدوا حاجة بإيديهم، بيعملوا له حاجة تقريبا، ده كتاب بيصلوا له، ده مصري قديم، ده شكله مدي على روماني، ده مصري قديم، مصري قديم، الأسد ده روماني، أسد روماني، خلطة بيضة، خلطة بيضة، حاطين ده مصري قديم، حاطين الأشكال يعني ده شكله روماني وده شكله روماني، حاطين الأشكال الرومانية على المصري القديم. أنا مش عارف ليه الرومان كانوا متأثرين بالمصريين وهم في مصر، بس هو دي الطريقة اللي كانوا بيدفنوا نفسهم بيها. ده البقرة دي تقريبا تبع المصري القديم برضه. المكان جميل جدا، فيه مغامرة. بصوا التماثيل الخارجية، وش روماني جدا، ودي امرأة طراز روماني. من هنا المكان اللي طلعت منه، محدش بيمشي هنا أصلا، بس ده هو ده المكان اللي بيطلع منه جثمان، والأسرة اللي هتيجي تزوره أو تيجي تدفنه بتبقى جاية من فوق هنا. على يمينه أحد المقابر المستحدثة، وقتها مستحدثة، طبعا قديمة بالنسبة لنا بس وقتها مستحدثة. كل المقابر دي اتعملت من ناس ملهمش دعوة أصلا بالمتوفي، كل المقابر دي جديدة، جديدة دي على أيامه طبعا، هي بالنسبة لنا قديمة بس هي جديدة. من الآخر مقابر عشوائية، كله بيدفن نفسه هنا، وبعد كده جت المية غمرت الجثث دي، يعني عشان يمكن عشان كده الجثث ملهاش ملامح، لأن المية بقت في المنطقة دي كلها، وجت وزارة الآثار بتعاون دولي تشالوا المية دي باستمرار، يعني في أجهزة شغالة دلوقتي بتشفط المية طول السنة. اسكندرية، اسكندرية الأرض بتاعتها أرض طينية وفيها مية كتير، فبيحتاجوا يشيلوا يعني المية دي، لأن احنا قريبين من البحر وقريبين من أماكن زراعية. بسم الله. شايفين دي مقبرة بتقلد المقبرة الأصلية، بس دي كلها مقابر عشوائية. طبعا اللي عنده خوف من الأماكن المغلقة، أنا دلوقتي في مكان جديد أول مرة أخشه برجليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة الرطوبة عالية، وفي ريحة فطريات تقريبا، يعني المكان ما عشش فيه بكتيريا وفطريات. عظمة عظمة. أنا دلوقتي في الجانب الأيسر من المقبرة. راجل بعد ما مات وعمل مقبرة لنفسه، الناس فتحتها وحطوا جثثهم حواليه. طبعا كل مقبرة ليها رقم عند وزارة الآثار، أرقام أرقام. فيعني أنا شغلي ده غرضه إن أنا أعمل دعاية للمكان، لأن أنا بحبه، وأنا جيت هنا قبل كده عجبني أوي.
كمان شفت فيديوهات كتير عنه، بس انا بحب التفاصيل، محدش قبل كده دخل هنا خالص. المقبرة الأصلية هي ورانا. دي الماسورة، دي أجهزة شفط المية في الماسورة دي. الماسورة دي هي عاملينها عشان يشفطوا المية. شايفين الأجهزة؟ ده شكل المقبرة الأصلية، والجزء اللي تحت خالص ده اللي أنا جيت منه، اللي خدت منه. كنت قلت لكم إن الرهبان بيبقوا واقفين، بيسموهم رهبان ولا يسموه إيه؟ كهنة. الكهنة بيبقوا واقفين هنا، والجثة بتعدي من هنا، تخش من هنا، تيجي من هنا الأول، آسف، من فوق، كده تعدي من هنا، تخش من هنا. ده المنطقة اللي بيشفطوا بيها المية، أجهزة شفط المية وأجهزة التهوية. واحد لو كملت وقعت هنا بالسلامة. هي كل دي مقابر لسه ما صبرتهاش، مش كلها شبه بعضها يعني. انا بحاول اغطي لكم منطقه كل شبه بعضه، لكن في حاجه لسه مميزه مشفناهاش. احنا قربنا نخلص يعني، عشان بس الناس بتزهق زهقتوا. خلاص احنا دخلنا هنا قبل كده؟ لا دخلنا قبل كده. بصوا بقى اوريكم حاجه بقى انتوا ما شفتهاش. زي ما انتم شايفين المقبرة عبارة عن المكان ده، يعني بداية المقبرة عبارة عن دايرة. الدايرة دي شايفينها دايرة اهي، هنا الزيارات، الناس اللي بتيجي تخش على الشمال، تخش من هنا، بتيجي على الشمال هنا، تقعد تأدي الصلوات. هنا مفيش مقبرة، هنا مكان أهل الزيارة، مصطبة دي يقعدوا عليها وياكلوا. زي ما قلت لكم البداية في كوم الشقافة، ان الناس كانت بتيجي تاكل وترمي وتكسر الشقافة اللي هي الفخار اللي كانوا فيه. ده نوع من انواع القربان او زيارة الموتى، ممكن بيزوروا الموتى بالطريقة دي، ياكلوا ويكسروا، يكسروا ياكلوا ويكسروا. فالمكان اتملى بالشقافة لحد العشرة متر فوق، وارتفاع اعلى من 10 متر من تحت هنا لفوق، فسموها كوم الشقافة. اوه ماي جاد. بصوا بقى، كل ما تكون مقدارك اعلى كل ما كان المقبرة سرية. ده مكان مفتوح مستحدث، ده مستحدث، ده ما كانش تبع المقبرة، حد فتحه دخلوا هنا. يعني بص هتلاقي في الجانب التاني مفيش حاجة، ده مكان كان مغلق وكان سري. تعالوا نشوفه. يعني مكان اللي مدخله صغير كده هو اللي يودي للحتة الضخمة دي هتشوفوها دلوقتي. ده بقى سر من أسرار المكان ده. ترى لو شايفين، بصوا ما شاء الله. دي أنا مش فاكر إيه، مش هفتي دي، أنا مش عارف، بلاش هفتي فيها. بس دي انا عارفها، دي حصان كان لفارس، قد يكون الراجل الغني اللي احنا شفناه. ودي تبع المقبره الاصليه، المنطقه دي تبع المقبره الاصليه. ده حصان اتدفن هنا لفارس من فرسان المكان، عشان يعلوا قدر الحصان دفنوه معاهم.
انا ما شفتش لحد دلوقتي عظمة بني ادم، كلها عظام احصنة. يعني دي الحاجة الوحيدة، العظام اللي شفناها هي عظام احصنة مش عظام بني ادمين. بس ف طراز روماني، دي ناس مهمة، ناس مهمة. ده ليه مدخل كمان هنا؟ طب كويس والله. لا ده مدخل، مش مدخل دخول، مدخل مقبرة تانية. عشان كده مش مدخل دخول. أرضنا بتزحلق. السلام عليكم. السلام عليكم. بس يعني الحوار جامد جدا. تقريبا انا كده غطيت المنطقة كلها بما فيها المنطقة اللي بيمشي فيها الجثمان اللي محدش دخل فيها قبل كده وصور فيها. طبعا انا منصحش حد يعمل الحركات اللي بعملها دي، يعني يخش في حاجة زي كده. بس انا حبيت اعيش لكم اللحظة. وخلي بالك المكان ده، لو انت بتخاف من الاماكن المغلقة او صدرك فيه مشكلة او قلبك فيه مشكلة، ممكن يضايقك عشان الرطوبة هنا عالية والأكسجين قليل، وفي ريحة بكتيريا أو فطريات، يعني ريحة رطوبة. وممكن يجيلك بانك أو ذعر من الخوف. يعني انتوا متخيلين كان في مقبرة هنا كمان سد المدخل، حد فتح المقبرة دي عشان يلاقي المدخل الضخم ده. وفي هنا نقوش مصرية قديمة على نقوش رومانية، يعني فوقيهم فوق راسهم نقوش مصرية قديمة، تحت راسهم دي نقوش رومانية، دي أجسام رومانية. الرجلين واللبس ده روماني، والقرن ده روماني. عجبني الاحترام الرومان للمصريين، عجبني إن هما يعني حتى في الموت الواحد بيبين حقيقته. انا حقيقتي مثلا روماني، انا حقيقتي مصري. هما معترفين بالالهه المصريه، فكانوا حاطينها مع الالهه الرومانيه. ده يمكن سبب من اسباب حب المصريين للرومان. اصلا قبل الرومان كان في الفرس، الفرس كانوا مش محترمين المصريين والمصريين ما كانوش محترمينهم. فلما جات الرومان اعتبروا المصريين الرومان محررين. فلما الرومان جم المصريين استقبلوهم بحرارة، والرومان احترموا ده. حتى الاسكندر الأكبر اللي هو اللي افتتح مصر مع الرومان، الاسكندر الأكبر ده أصلا نزل عند يعني عند المصريين القدماء في سيوة علشان يصدق يقولوا له أنت بقيت الإله وأنت من مصر. فتقديره للآلهة المصرية وللكهنة المصريين خلى المصريين تحبه، أو خلى المصريين يعني يتجاوبوا معاه. فلما تيجي تحتل بلد أنصحك احترم الآلهة بتاعتهم علشان تعدي. بس ودي كانت زيارتي في منطقة كوم الشقافة، في حتة اسمها كرموز. كرموز دي من الأماكن الجميلة أوي اللي بحبها، وناسها طيبين لأن هم يعني ولاد بلد، وطبعا بيشقوا زي كل الناس وشغالين بكفاح. كان معكم محمد شاهين من منطقة الآثار. رغم إن الجو تحت وحش ورطب بس بارد، هنا حر، حاسس بحر دلوقتي، حر الصيف زي حد السيف.